توطى. وفي الباب أيضا من قوله ابن عمر عندكم عمر ولا ابن، وقوله أيضا ألا يدل على أن القول عن ابن عمر ها هو قال وفي الباب عن ابن عمر. وكثيرا ما تتكرر معنى هذه العبارة ولا يقول أيضا، فكأنه يريد أن يقول إن في هذا الباب حديثين عن ابن عمر، الأول عند البيهقي والثاني عند مين؟ عند الموطأ. وهناك فرق بينهما، وهو أن الأول مرفوع والثاني موقوف، والثاني موقوف. ولذلك قال وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي، وهذا هو المرفوع. وفي الباب أيضا من قول ابن عمر، يعني من كلامه هو، يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة. عند الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي، ومن قول علي عند ابن أبي شيبة، نعم، ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد. ما تكون هذه قريبة من الأول عمر؟ لا، باعتبار أنه جاب الصحابة بعده. لا، لأنه هو أول ذكر المرفوع ثم بعد ذلك تعقبه بذكر الايه؟ الموقوف. قال ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي. قال والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة إيه؟ على أن الفرض الجهة للعين. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي. وقد قال الشافعي أيضا إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، فهذا يدل على أنه أراد الجهة للإيش؟ للعين. قال واستدل لذلك أيضا بحديث أخرجه البياقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي. قال البيهقي تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف. قال وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله. وإلى هذا المذهب، يعني أن من كان بعيدا عن البيت يكفيه الجهة، ذهب الأكثرون. قال وذهب الشافعي في أظهر قوليه أو في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين يعني كفرض من قرب، وأنه يلزمه ذلك بالظن لحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج. وكيف يعني، وما وجه الاستدلال في هذا الحديث؟ ها؟ لأن الصلاة في داخله ليست الصلاة إلى ليست الصلاة إلى عينه، ولذلك لم يصلي النبي فيه. لكن مر معنا أن النبي صلى، وأن الذي شاهد صلاته بلال، وأن بلالا أخبر بذلك، وأن أسامة بن زيد شغل عن ذلك، يعني عن رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما لأنه ذهب ليحضر الماء أو لأنه كان قد حال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم العمود، أو لأنه أخذته سنة
ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أو للشيء الرابع وهو الظلمة التي كانت في داخل الكعبة. قال قال فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال هذه القبلة، ورواه البخاري من حديث ابن عباس مختصرا. ومما يرد على ذلك حديث عائشة أنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في داخل الكعبة أخذها إلى الحجر وقال إن هذه من الكعبة، صلي هنا فإن هذه من الكعبة، فلو كانت الصلاة لا تصح في داخل الكعبة أو الصلاة في داخل الكعبة ليست إلى عينها لما جاز لها أن تصلي. نعم. قال ورواه البخاري من حديث ابن عباس مختصرا. وقد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة، وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول، فقال العراقي ليس عاما في سائر البلاد، وهو قوله ما بين المشرق والمغرب، وإنما هو بالنسبة للمدينة المشرفة وما وافق قبلتها، يعني من جهة الشمال. وهكذا قال البيهقي في الخلافيات، وهكذا قال أحمد بن خالويه. ها ايش؟ وهو بالنسبة، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة. ايش عندك؟ قال ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال أو نحو ذلك ونحو ذلك. قال ابن عبد البر وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. ثم قال هذا المشرق وأشار بيده، وهذا المغرب وأشار بيده، وما بينهما قبلة. قلت له فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال نعم، وينبغي أن يتحرى الوسط. قال ابن عبد البر تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب الذي يقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك لأهل اليمن من الساعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن إيه؟ عن يسارهم. نعم، لأنهم في الجنوب. وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من الساعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من الساعة. يعني كأن ابن عبد البر أراد أن يفسر كلام أحمد، لا أن كل من في الدنيا يعني يستقبل القبلة ما بين المشرق والمغرب، وإنما كل من في الكون ومن في الدنيا وكل من في الأرض، لأن كل من في الأرض له من السعة في استقباله القبلة كما لأهل المدينة من السعة ما بين المشرق والمغرب. هذا ما أراد ابن عبد البر. قال وكذلك ضد
العراقي وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من الساعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من الساعة فيما بين المشرق والمغرب. وكذلك ضد العراقي على ضد ذلك أيضا، وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام لأنه يتعين عليهم أن يستقبلوا إيه؟ عينها. نعم. أليس باب الكعبة منها؟ حتى وإن فتح الباب. باب الدار أليس من الدار؟ سواء كان موصودا ولا مفتوحا، ها؟ ونافذة الدار ليست من الدار؟ فلو استقبلت الباب أو النافذة هل معناه أنك لا تستقبلها؟ حتى ولو كان هذا الباب على بناء إبراهيم، في بناء إبراهيم كان للكعبة بابان، باب من الناحية الشرقية وباب من الناحية الغربية، ولو فرضنا أن البابين متحاذيان وفتحا معا واستقبلت وكان وجهك تجاه البابين فإنك قد استقبلت الكعبة، ولا تتخيل أن صلاتك تنفذ من البابين. واضح؟ ها؟ ايه على كل حال اذا كان الباب فاتحا فان من يصلي داخل الكعبة لا يصلي الفريضة، والنافلة يتساهل فيها بما لا يتساهل في الفريضة. اذا كنا في النافلة نبيح للانسان يصلي غير مستقبل الكعبة، فمن كان في داخل الكعبة كيف يتصور أنه لا يستقبلها؟ ها؟ ولو كان الباب مفتوحا. قال وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا. قد يقول قائل وهل يكون أهل الحرم من غير أهل مكة؟ ها؟ منطقة الحرم بمكة. نعم، لأن الحرم أوسع من مساكن مكة، كأنه يريد أن يقول مساكن مكة، وهذا على زمن الإمام الشوكاني. فإن لكن في هذه الأيام ربما كانت مكة أوسع في بعض الجهات من الحرم، ها؟ فاليوم امتد العمران في مكة حتى خرج عن الحرم خاصة من الناحية الشمالية فإنه تجاوز، ومن الناحية الجنوبية أيضا تجاوز، لأن الآن الناس يسكنون مسامتين لعرفات، وعرفة ليست من الحرم. فهذا قوله إنها أوسع لأهل الحرم من أهل مكة يعني لمن كان مسكنه في داخل الحرم، أما من كان مسكنه في خارج الحرم فيكفيه جهتها. قال ثم هي لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا، انتهى يعني كلام ابن عبد البر. قال الترمذي قال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار ابن المبارك التياسر لأهل مرو، يعني أن يأخذوا نحو اليسار قليلا. نعم، المرو بعد العراق، في الآن في إيران أو في أفغانستان. قال وقد يستشكل قول ابن المبارك
من حيث إن من كان بالمشرق إنما يكون قبلته المغرب، فإن مكة بينه وبين المغرب. والجواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا، فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق. قال: وقد ورد مقيدا بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق. قال: رواه البيهقي في الخلافيات. قال: وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عن المشرق يعني المتجهين من ناحية الشمال الشرقي، فهؤلاء إذا جعلوا المشرق عن أيمانه عن المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم وتياسروا قليلا تكون القبلة أمامهم. ثم قال: باب ترك القبلة لعذر الخوف. وهذا مما جعل المؤلف كما مر معنا يرى أن استقبال القبلة واجب وليس شرطا. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الإمام البخاري. وهذا في تفسير قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي مستقبل القبلة وغير مستدبريها، وهذا في وقت المسايفة وفي وقت شدة شدة القتال. وهذا إن كان في أزمان المسايفة والمنابلة والمساهمة، فإنه في أزمان استخدام هذه الآلات والطائرات وغير ذلك يعني هو أكثر احتياجا من تلك الحال، لأنهم في تلك الأحوال كان الإمام في الأصل أنه يقسم الناس إلى قسمين، يصلي بطائفة يتمون لأنفسهم ثم يصلي بالطائفة الأخرى، لكن في حال شدة القتال والمسايفة يصلي بالجميع مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها يعني بالصفات التي جاءت في القرآن ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا يعني غير راكبين. المراد بالرجال يعني راجلين أي قائمين على على أرجلهم، وليس المراد بالرجال جمع رجل، وإنما المراد به جمع راجل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقوله على كل ضامر بين المراد بالرجال جمع راجل لا جمع رجل. قال: قياما على أقدامهم وركبانا أي راكبين مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وقال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن هذا ليس من كلام ابن عمر وإنما هو قول مرفوع
إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة، قال: وأخرجه مالك في الموطأ، وقال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رفعه. قال: ورواه ابن خزيمة وأخرجه مسلم، وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر فيكون موقوفا. قال: ورواه البيهقي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال النووي في شرح المهذب، يعني في شرح كتابه الذي سماه بالمجموع، وهو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية. قال: وقد أخرجه البخاري في صلاة الخوف بلفظ زاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قال: والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان، فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان. وبهذا قال الجمهور، لكن قالت المالكية: لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي أو إذا خشي فوات الوقت، يعني ينتظرون إلى قبيل خروج الوقت. وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف نحو ما هنا، ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله. ها؟ يجمع هذا إذا كان هل للخائف أن يجمع؟ إذا كان غير الخائف له أن يجمع فالخائف يجمع من باب أولى، لكن صلاة الخوف تختلف عن الصلاة العادية لأن فيها قصر، حيث إن الناس يصلون صلاة قصر لأن الإمام يصلي بهم ركعة ويتمون لأنفسهم ركعة أخرى. إيش بقى؟ قال نعم. ها؟ يعني هل في الوقت الاختياري ولا في الوقت الضروري؟ هذا رأي للمالكية كما مر أو كما سيذكر، لكن غير المالكية لا يوافقونه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة ولم يطلب منا أن نؤخرها، وهذا العذر يعني وإن كان مبيحا لتأخير الصلاة لكنه ليس بلازم. ها؟ نعم. قال: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به، يعني دون استقبال القبلة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. والحديث متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه يعني وفي هذا النوع من الصلاة نزلت، أي قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا الحديث إنما ينقل، أو هذا الباب الذي ترجم له الإمام المجد بن تيمية، يقول: يجوز أن يصلي الرجل صلاة التطوع على دابته أينما توجهت به، وإذا كان هذا جائزا على الدابة فغيرها من وسائل النقل ومن وسائل الركوب اليوم أيضا يصح فيها ذلك. فإن كان في الدابة متوجهة إلى الكعبة فهذا أمر لا إشكال فيه، لكن إذا كانت متجهة إلى غير الكعبة
هل يجوز أن يعني أن يتنفل؟ العلماء متفقون على جواز التنفل، لكن يختلفون في شيء، وهو هل له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو متجه إلى غير الكعبة؟ عند الإمام أحمد رحمه الله أن عليه أن يتحرى عند تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو متجه إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يطلق العنان لراحلته ويصلي أينما توجهت به، ولا يلزم توجه الكعبة في الركوع وفي السجود، وإنما المطلوب فقط هو التحري عند الدخول في الصلاة. وظاهر الحديث لا يدل على ذلك، بل يدل على أن الصلاة كما يجوز الاستمرار فيها فلا بأس من ابتدائها في غير القبلة. قال الحديث: قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب الفرض على الراحلة، في باب صلاة الفرض على الراحلة، لأن المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة، ولفظ الرواية الآخرة في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، ولم يذكر نزول الآية، هي قوله سبحانه وتعالى: فإنما قوله حيثما توجهت به، هكذا عندكم الآية، ولم يذكر نزول الآية، أحسن، ثم قال قوله حيثما توجهت به. قيدت الشافعية الحديث بالمذهب فقالوا: إذا توجهت به نحو مقصده، وأما إذا توجهت به إلى غير مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره، وإن كان إلى غيرها يعني إلى غير مقصده بطلت الصلاة أو بطل صلاته. وقد تقدم في أول أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة، ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم، أي أن هذا الحكم خاص بصلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل إليها، لكن ما سبق أن مر معنا أنه أتى مكانا ضيقا، وإنما اضطر إلى الصلاة على النافلة على الراحلة لما كان ثمة مطر، فهناك عذر آخر وهو المطر، هذا الذي جعله يصلي على راحلته، وكان يومئ في الركوع والسجود ويخفض في السجود أشد من الركوع. أما إذا كان الأمر لا عذر فيه، يعني لا موجب لأن يصلي على الراحلة، فيتعين أن ينزل ويصلي على الأرض، إلا إذا كان ثمة خوف كما هو الحال في مثل هذه الأيام، يعني إذا كان الأرض ملغمة منتشر فيها الألغام ويخشى، فلا بأس لو صلى على راحلته، والله سبحانه وتعالى.